السلام عليكم مشاهدين، تنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وكي دوزتوا النهار ديالكم. واش لاباس؟ واش هانيه؟ اليوم انا رجعت عند اختي فاطمه الزهراء كما وصلتني البارح عند ديك المراه مسكينه وهذاك. اليوم انا جيت عندها وتنتمنى تكونوا نتوما لاباس، وتنتمنى لها هي حتى هي تسمح لي البارح والعذاب اللي عدمتها حتى وصلتها رمضان. واش نقول لكم ونعطيك كلمه؟ لا ديما كنقولها لها وكنعاودها لها، ما عمرك تطلبي مني السماحه لحقاش كندير داكشي وبالفرحات عليا، زعما ماشي شي واحد زعما ماشي اوبليجي عليا انني ندير داكشي. بالعكس والله الا بصح البارح سمحوا لي، البارح خلات لينا القنط بزاف بزاف، وصلناها وعلى اساس انها غير غادي تشوف هذيك السيده وخليتها تجلس معاها على خاطرها وغتعاود ترجع. مي ديك السيده مسكينه الله يذكرها بالخير شداتها وفطرات عندها حتى اليوم عاد باش جات خلات لينا القنط بزاف بزاف. قالت ما تيدوم في بلاصتو الا ما كيدوم في القبر الا مولا. وهي راه جات اليوم في حياه سي ولد ما بقاش كي دوزتو نهاركم، كنتمنى دوزو بخير وعلى خير. ايوا اختي حنان جات عندنا اليوم بعدا فوجات علينا شويه وكنتمنى تجلس معايا. كتمشي كتخلي لي الضل كتخلي لي القمر، راه حتى تضحك عليها تنقول لها علاش ديري ديك القفايه كاع حيده تنقلب راه كتخاف على الدنيا بزاف. هي جات وصايبات لينا المخمار، راه ما جاتش وجلسات، جات وقفضات وجلسات في الكوزينه وقفات ما يتسالاش حتى وجدات لينا الفطور. ما كاين حتى شي مشكل جدات اختي حياتها راه غير ساعتها غير لا زعما مولتيش قولي لنا راكي حادقه راه تبرد لا والو جات لحداك والو حادقه لا عندك شي نهار نصورك في الكوزينه وهذا وتصدقي كذبتي. ايوا مالها ايوا هكذاك. لا لا راه حادقه تبارك الله عليها، ما عندي ما لا الميناج ديالها لا طيابها تبارك الله عليها، ما عندي ما نقول كلشي فيك زوين. راه تنبقاو راه شتي فاش جيت عند اختي فاطمه الزهراء ومشيت عند داك الا راه وصلت لي واحد الحد باش خرجت سيدي عندي، الا وصلت لي واحد الحد فاش ما نهزش شي حاجه في قلبي شي ولا داك بنادم ساعات ولا هي بصح فاش كتعصب ماشي كتغوت ما كتفرغش ما كتبقاش تغوت ولا تلوم بنادم تقولي درتي لي ودرتي لي، لا كتبقى ساكته حتى كتمرض داكشي دا وكتلقى الحل ديالها انها تبدل الموضع اللي هي فيه تبدل. كانت مريضه وجات لعندي لهنايا كانت حسات مزيان ولات بخير حتى من حد الدواء ديالها قدرات زعما تستغنى عليه وما تبقاش تاخذه، ولكن رجعت عاوتاني ترجعت ما تسوقش رجعت شحال من حاجه، ولكن الحمد لله قالك اللي جات من عند الله مرحبا والحاجه ما شي اللي بغى يهضر غير خليه يهضر انت بينك وبين الله كديري داكشي بينك وبين الله ماشي اللي كاين. الحمد لله اللهم لك الحمد، واخا تجي شويه فاش تكون شي هضره ولا هذاك تيجي شويه تضر بالصحيه تضر ماشي قلبو. حنا ماشي ملائكه زعما اللي غادي ما غاديش نحسو ولا شي حاجه بحال هكا، ما نحقدوش على بنادم في ديك اللحظه راه كيبقى فينا الحال كنبكيو كنغوتو هذا، ولكن راه باش نقدروا نعيشو خصنا نساو ونزيدو نقدر. واخا راه بنادم ضروري كيهضر في الاخر، ما كاينش اللي ما كيهضرش ما كاينش اللي ما تيهضرش ما كاينش، ولكن اللي قالها مزيانه تنخليوها تلقى عند قدامه، اللي قالها خايبه تلقى قدام. داكشي عمري انا نقدر نقول لشي واحد شي حاجه خايبه واخا طيح السما على الارض، انا عمري نغير شي واحد ولا نقول له شي حاجه ولا نهضر معاه ولا نخسر له الخاطر. كلشي عندي عزيز وكلشي غيبقى عزيز عليا، هادشي اللي الحمد لله ربي ما كيخيبكش. الحمد لله اللهم لك الحمد، قلبك ابيض ربي ما عمرو يخيبك. داكشي اللي كاين ربي ديما واقف معاك. الحمد لله اللهم لك الحمد، ربي ما عمرو خيبني والحمد لله. فاش لقيت مع واحد الناس راح تيجي وتنجلس معاهم في واحد الراحه واحد هذيك اللهم لك الحمد، راه كاين اللي ما لقاش حتى شويه ديال الراحه. لا بصح راه احسن حاجه هو تلقاي ناس كيبغيوك،
كيبغيوكو بدون مقابل وكي ما كينافقوك ما تينافقوش. هذه هي اكبر نعمه من عند سيدي ربي سبحانه. شتي ربي فاش كيبغي الانسان كيحبب فيه الخلق ديالو، وسبحان الله العظيم حنان بصح بصح محبوبه محبوبه فين ما مشات، فين ما مشات دايره بلاصتها، جات محبوبه تي في جات لهنا فين ما مشات حنان محبوبه. ابار بصح اليوتيوب هذا الدار اللي دخلت لها حنان كتدخل لها البهجه كيدخل لها الفرح. صراحه كدير لومبيونس في الدار يعني، وخصوصا وهي ما كتمشي عند الناس اللي كترتاح لهم. وسبحان الله ما تعجبنيش البلاصه اللي فيها التقلق، ما تعجبني ما تعجبنيش شي بلاصه غير النشاط النشاط اللي خصني نضحك نلعب، وما الا غير نبقى نهز الهم على الهم بناقص. لا بصح ما كاينش اللي كيبغي الهم، ما كيبغي يفوج حتى يبغي يفوج ماشي شي على شي. الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يفرحك والله يعطيك الفرحه في الفرحه يا ربي امين. الله يخليك ديما ضاحكه والله يعطيك ما كتمناي في خاطرك امين. الله يجعل ربي حتى انت يعطيك ما تتمناي ويوقف معاك حتى انت فاش نوصل لواحد الظروف اللي ما تنقدرش نستحمل ولا داك تتجي ولا داك الشيء تتخلي ولا بناتك وتجيب الطوموبيل وتهزيني ما غاديش ننسى داك الخير. راه واجب ماشي زعما كنديرو بالفرحات عليا واخا ما غاديش يديروك حتى ما غاديش يديروك حتى اختك اللي ولدتها كل هذاك غد تكون طالع لك الخز وتعيطي لها وتجي عندك وتوقع. انا راه جيت نقول لكم راه ماشي انا وياه بحال بحال هكا كنهضروا زعما زوينين وهذا، راه كنتناقروا لا والو راه داك النقيره ديالنا. المهم كنتناقروا هي فاش ما تنقرش عليها ولا ما تنقرش عليا يعني ولا داك الشيء اللي عندك تنبقى واخا داك الشيء واخا نتناقر معاه ولا نتقلق منها شويه ولا هذاك هي دائما تحز ليا ودائما تتبغيني. الا شافتني ما نقرتش عليها وغادا مزيان كنقول لها هي كتقول لي فاطمه الزهراء مالك، وتا هي عاوتاني فاش كتقول لي صافي لاباس صافي كنقول لها مالك يعني راه كاين شي حاجه، الا ما تناقرناش يعني راه كاين شي حاجه ماشي هي هذه، يا هي مقلقاها شي حاجه ماشي ضروري تكون ديالي انا. المهم هي كتكون مقلقاها شي حاجه ما كتبغيش، راه ما كتبغيش واخا هكاك ما كتبغيش تعاود للناس كتقول علاش انا نرمي الهم ديالي على واحد اللي حتى الناس راه عندهم همهم وعندهم مشاكل وعندهم شحال من حاجه كما انا عندي داك المشكل حتى الناس راه عندهم، علاش انا نبقى نزيد المشاكل الناس في المشاكل. الحمد لله اللهم لك الحمد وهادشي اللي غادي نقول لكم وغير نزيدو القول نديرو وراه حنا فطرنا فطرنا عاد بدينا تنهضرو هذاك وقلنا خصنا نشاركو مع المشاهدين ديالنا هادشي ونهضرو ونقول لهم شنو كاين. واش رجعت حنان ولا ما رجعاتش؟ رجعت حنان رجعت غلا رجعت وغدا عندنا واحد السفر ساينو واحد الفيديو. لا تشي وحده حتى كلام ساينو فيديو مفاجاه حياه الجلسه ملا يا فيديو مفاجاه. انا انا كنحاول نقنعها واش نمشي ولا نجلس كنحاول. هي ما بغاتش تقنع علينا ماشي ما بغاتش تقنع علينا ماشي ما بغاتش تمشي. المهم نتمنى انها توافقوا نمشيو ونسجلوا لكم فيديو زوين نشاركوا معكم كل شيء داكشي اللي كنتو انتم عارفين العواشر هادو غادي نخرجوا غادي نمشيو نتغداو شي حويجات ونشوفوا شي بليصات زوينين نتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم ونكونوا بصح نتمنوا وكنخوجوا عليكم داكشي وتنتمنوا ان شاء الله تزيدوا تبارطاجيو مع اختي فاطمه الزهراء وتزيدوا توقفوها على رجليها واللي ما اللي عنده هذاك راه يبارطاجي مع الناس اللي عارف. وهذاك راه مهما درت هذا اليوتيوب اختي فاطمه الزهراء ومهما درت هذا الشيء ما بقاتش في الوجه ولا في النظره وفي كلشي، راه بقات في واحد الحاجه اللي هي مورا سميتو ما تيبيناش بنادم وما تيبغيش يشارك مع الناس المشاكل ديالو باش يزيد يدير. مرا هي صفه هذاك راه عندها مشاكل عندها شحال من حاجه عندها، ولكن هي ما عمرها بارطاجات معكم شي حاجه اللي غادي دير. وتنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع الناس وديروا معها وتوقفوا معها ان شاء الله يا ربي وتزيد الفوق. وهادشي اللي تنتمنى ان شاء الله ماشي تقليل منكم انني ما كنبارطاجيش معكم بزاف د الحوايج لا، ولكن درنا هاد القناه هادي باش ندخلوا الفرحه باش نضحكوا باش نلعبوا يعني ندخلوا الفرحه في قلوبكم
ماشي الا غير الهم الهم راه كاين زعما لا مثلا المشاهدين تيبغيو شحال من حاجه تيبغيوها تيفو ما دارت هاد اليوتيوب ولا هذا تعاود الحاجه اللي دراتها تعاود الحاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون خير يا ربي من بعد ممكن انني نقدر نفتح قلبي ونعاود للناس ما عرفتش كلشي ممكن كلشي كلشي ممكن الا ما دويتش الا ما دويت زعما الا ما بارطاجيتش مع الناس داكشي اللي كنحس به ولا داكشي اللي كنمر منه راه كاينين حوايج اللي خلاوني انني نسكت كنراعي بزاف ديال الناس واهمهم بناتي يعني ما خصنيش نبارطاجي كلشي شعور ديال بناتي حتى هما كاينين لي زامي ديالهم كيتبعينا وكيتفرجوا في الفيديوهات ديالهم وعلى ذكر هذا الموضوع هذا شحال من واحد كيسولني كيقول لي علاش ما بقيتيش كتحطي البنات علاش ما بقاوش التحديات ماشي ما بقاوش ولكن الوقت ما كيسمحش بحكم ان رمضان البنات كيف كيخرجوا من المدرسه مع 3:30 مع 2:30 يعني ديك الساعه كنكون انا مشغوله في الكوزينه صافي فاش كنوجدوا داكشي اللي قسم الله كنفطروا شي شويه لي دوفوار صافي كيمشيو كينعسوا في 9:30 يعني شويه زعما ما مضاركه الوقت ولكن كنوعدكم باللي راه مور رمضان غادي يبانوا غادي يديروا تحديات اعطي الكلمه صهبات السلام عليكم بنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى ما يكونش غير فيكم رمضان سنتي بعدا نتي بعدا غلبك نتي لا سنت شي واحد راه ما كتخليهاش حنان تصوم راه ما تنبغيش لي عندك مازال صغيره وبحال دير مع قرايتها وتركز لقرايتها وتركز شحال من حاجه مازال صغيره على الصيام نهار توصل على الصيام ان شاء الله راه ما عندها وراه ما تصوم وما دابا خليوها ما تصومش وخليوها لكم يا كبي صافي كملتي الكلمه ديالك يلا قولي لهم شنو يسلم قولي لهم بارطاجيو مع ماما شنو غادي تقولي لهم نقول لهم ديروا جيم وديروا تابونوا في لاشين وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تنديروه لا 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 رمضان وحده ايوا كنتمنى نخليوكم على خير ونشوفوكم على خير ان شاء الله نشوفوكم فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حنا غير كنا جالسين هاد الجليسه هادي قلنا نبارطاجيو معكم ورنا كاملين راكم على عينيا وراكم عزاز وما كاينش اللي غادي يدخل هاد كيما تنقولها حتى في قناه محبوبه وتنقولها راه انا صحاباتي ماشي حاسبهم صحاباتي ولا حاسبهم راني حاسبهم خوتي كيما لا واحد التوضيح بزاف الناس يحسبهم العلاقه ديالنا جديده يلاه يعني يلاه مؤخرا يمكن حيت ما عمرنا بنا معاك في هذا في اليوتيوب والاغلبيه ديال الناس يلاه عرفونا يلاه عرفوا العلاقه وكيقولوا ربما هاد السيده كتستغل هاد السيده فهمتيني بحال هكا انا ما تستغلني ما انا اللي كنت انا اصلا اللي قلت لها ديري اليوتيوب وهاداك وخلاني واحد الظروف باش ما نبانش معاها في الاول تنقول لها غير ديري شي شويه غير كنت غاده بالنصائح ديالها والله الا بالنصائح ديالها كنت زعما ما كنتش حتى انا ندير ما حنايا كنا ما راه شحال من سنين راه دابا غدا شحال من عام راه قداك الشيء اللي عرفت بنت خالو قد داكشي لا عرفت... لا بصح اجي نقول لكم دابا انا يمكن زواجي كان في 2009 ل 2010 حنان شطحت في عرسي باش الناس اللي كيقولوا عاد عرفنا حنان والله الا شنو تقسم بالله الا شطحت في عرسي حنان عشت معايا تقبل العرس راه كنا صحابات وفي عرسي ومور داكشي ما عرفتش الناس صافي ما دابا حيت يلاه بنا في اليوتيوب صافي يحسبوا العلاقه جديده واستغلال ولا كل واحد شنو كيقول كل استغلال لا حتى حاجه وراكم عزاز ومرحبا والحاجه اللي تقالت عليكم خفافت عليا كما تنقولها حتى في قناه محبوبه كما تنقول لكم حتى نتوما داكشي اللي تقال عليكم خفافت عليا وراكم عزاز وغاليين وما كاينش ولا يجي عندي بنادم يقول لي الهضره ولا يدير انا ما عمري ندير للراي الناس مهما سمعت على تيقولوا لي لا ديري القناه ديالك لو كتوضيح بصح على القناه ديالها راه كيكتبوها لي في لي كومونتير الناس كيقولوا لي حنان خصها تفتح قناه ديالها راه حنان هي رافضه
راه ماشي زعما حيت ما غاديش انا اصلا هاد الناس هادوها اللي كنت معاهم في القناه وهاداك ما داروا فيا غير الخير ومازال تيديروا فيا غير الخير. علاش انا غادي نمشي ندير واحد القناه وندير شي حاجه وانا تلقى الخير فيهم ونلقاو نمشي نفتح انا قناه؟ ما غاديش نفتحها وغادي نبقى مع قناه محبوبه حتى نموت حتى يهزوني للقبر ولا نديهم للقبر. انا القناه ديالي هي قناه محبوبه والبنات راه نبان معاهم باش ما الحاجه اللي تقالت عليهم خفافت عليا. ما عمري ما غادي ما عمري ولا ندير نقول زعما راني زعما راني مع قناه محبوبه ولا تيقول لي شي حاجه ولكن هما عزاز عليا ويبقاو عزاز. وتنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع الناس وتزيدوا تبارطاجيو وتزيدوا تبارطاجيو لهاد البنت الا كان عندكم شي وجه عزيزه عليكم وبارطاجيو مع الناس. وهادشي اللي غادي نقول لكم. الله يسهل عليكم ونهاركم مبروك وسيروا الفيديو مع تاتا حنان ودي تشالنج وميم تو يلا قلت شنو قلت قلت لك سيروا لي فيديو مع تاتا حنان وحتى تحديات وداكشي غادي نديرو مع حنان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. راه غندخلو في تحديات بصح كنفكرو زعما نديرو شي حاجه غادي ديروها على ولكن دابا غير لحقاش كنقراو وما عندناش الوقت الكافي داكشي العطله ان شاء الله يا ربي العطله ان شاء الله يا سيدي ربي وغتجي لعندنا سيدي عدي وغتجي لمغرب ان شاء الله دابا يجيو عندنا سيدي عدي ودابا ان شاء الله نتجمعوا حتى في سيدي عدي ان شاء الله ونتجمعوا في مغاس وفي دارهم ان شاء الله يا سيدي ربي والله يخلينا بعضياتنا والله يخلي لي قناه محبوبه اللي هي ما عمرها قالت لي شي حاجه هي قناه ام حليمه وراها ماشي غير هي ماشي غير امي ولا راها امي واختي وخوتي وكل شيء فيكم راكم عزاز ومهما كاين عندي امي ولكن امي حليمه الثانيه ضمي والله يخلي لي امي اللي ولدتني وخلي لي امي اللي ربات لي حتى هي ديروا هادشي اللي غادي ندير يا صاحبي الله يخلي لي وما تنساوش وتابعونا في لاشين.